لازم تسمح لي بس انا عاوز اتفضل يا كابتن. في واحد لازم اشكره، كابتن احمد جمعه. كابتن احمد جمعه، كابتن احمد جمعه طبعا ده مدرب في نادي سبورتنج. كان معانا في بعثة ماسك فريق المنتخب البنات. هو بصراحه روحه عاليه جدا، ساعدنا كتير قوي في البطوله، وساعدني انا كمدرب كمان، وكان لي لمسات معانا فنيه. راجل انا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي على مجهوده معانا. واحنا حاجه انا بجد راجل فاهم وبيعمل ايه، اتشرف ان انا كنت مع هذا الرجل. قلبه على مصر بطريقه غير طبيعيه، وهمه خلاص خلص فرقته وماتشاته، مهم ان احنا كمان نعدي الليفل اللي احنا وصلنا له، عاوزين نوصل اعلى. هو كان ليه دور معايا كبير برضو، انا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي. واحنا كمان تحياتي كابتن احمد جمعه، وتحياتي لكابتن رحاب على مجهوده مسؤول التلاته على الاتحاد مسبوق يعني منها، يعني مجهود جامد جدا.